مرحبا بكم في نشرة أخبار شبه الجزيرة والعربية، معكم الصوتة والبوزبال من استوديوهات قطر الدوخة. هذا اليوم معنا بوزبال، إليك الخط بوزبال. سلام. اختتمت ليلة أمس فعاليات المهرجان الدولي لمحاربة التقواس بحضور نخبة من مقوسي العالم. تم خلاله تعميق النقاش في الدائرة بأصنافها الثلاثة: التقواس بالعين المجردة، التقواس عن بعد أو بواسطة الجيميل. بوزبال، بواسطة الجمال. أقول النظارات. وأخيرا التقواس الفدريش أو ما يصطلح عليه دقة بطلة. وقدم الدكتور اللبناني باغي علامة بعض الوصفات الاحترازية للمقوسين من أجل مساعدتهم على محاربة الداء، منها ممارسة لعبة الغميضة باستمرار. هذا ورغم الاحترازات الشديدة التي شهدتها الندوة النهائية للدكتور باغي علامة بتزويد المقوسين الضيوف بنظارات بغيبان طيلة المحاضرة، إلا أن الدكتور أصيب بسريسرة حادة جعلت المحاضرة تتوقف 6 مرات في ساعة واحدة، ما جعله ينسحب وجعل اللجنة تكتفي بتوزيع لبوليكوب على المقوسين. شكرا بوزبال، دائما معكم نشرة أخبار شبه الجزيرة والعربية. وفي الخبر الفني لهذه النشرة، حققت المطربة المعروفة في الأعراس ليدي داغاغا نجاحا بعد طرحها لألبومها الأخير بأغنيتها الصامتة سايلنس، وهي أغنية تغنى من غير آلات ولا إيقاع، بل يغيب حتى صوت المغنية. وقد أرجع النقاد التهافت على هذه الأغنية في المدة الأخيرة، والتي احتلت رأس التوب 10 لثلاثة أسابيع متتالية لحاجة الناس الملحة لمادة سيلونس التي تستقر في الخلايا النائمة من جسم الندم. نبقى مع مقطع من هذا الألبوم لليدي غاغا سايلنس. الله الله، رائع رائع. بعد هذا المقطع نعود إلى النشرة الإخبارية ونبقى مع أيوب، أليس كذلك بوزبال؟ إذا نبقى مع أيوب والنشرة الجوية. غدا الجو مكرب غير الله يحفظ، الشمس والظروف الشخصية ما غداش تصيفط الأشعة ديالها، وغتقوم بهذه المهمة بالنيابة عليها أشعة الراديولوجي. بنادم غادي يبان في معظم أنحاء البلاد على شكل هياكل عظمية، هادشي علاش يستحسن عدم خروج أطفال. وفي المناطق الدودانية نترقب سقوط زخات من البارتنير.